تفاجئنا بعد اول ايام رمضان اخويا، قتلت السيدة كيتسالى شي فلوس طلع و ما علاقة بحال كنتي مصاحب معاها، طلع و ذبحها والشرطة العلمية جات هنا و الطب الشرعي راه داور حنا هو هي ما ماتش في الاول، داور السبيطار الحسني، السبيطار الحسني داو اخويا لاموك. تفاجئنا اخويا بهاد الجريمة اول ايام رمضان وكنطلبوا من الله العافيه والصحه، بنادم ما فهمتي بنادم ما ينفعلش ما يديرش شحال من حاجه، ينعى الشيطان ولا تعصب يتوضا، الماء كيطفي غضب الشيطان والشيطان من النار.